إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، لأول مرة كتعطى طابع رسمي للمسألة المتعلقة بالمعابر الحدودية الجديدة مع موريتانيا اللي كنتكلموا عليها بشكل مكثف في الآونة الأخيرة. وحينما أتحدث عن الطابع الرسمي أتحدث عن المؤسسات الرسمية المغربية، وهنا كذلك أتحدث عن أسئلة برلمانية موجهة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كذلك وزير الداخلية، كذلك وزير التجهيز والنقل. وكما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة متابعينا الكرام، أسئلة موجهة من طرف فريق الأصالة والمعاصرة إلى ثلاث وزراء في الحكومة المغربية حول موضوع كما تشاهدون سؤال كتابي حول فتح معبر حدودي بين المملكة المغربية ودولة موريتانيا الشقيقة عبر إقليم أسمارة. وهذه المسألة بطبيعة الحال تكلمنا عليها بشكل مفصل في فيديوهات سابقة، غير أنني أظن ما غاديش نعطي تأكيد رسمي، لكن أظن على أنه غادي يكون جوج معابر حدودية جديدة وماشي فقط معبر حدودي واحد، وسبق وتفصلنا في هذا الموضوع في فيديوهات سابقة. يعني في المجموع غادي يوليو عندنا ثلاث معابر حدودية مع موريتانيا، وذلك تنزيل طبيعة الحال لمشروع المغرب مع دول الساحل والصحراء فيما يتعلق بالمنفذ الأطلسي. إذا متابعينا الكرام غادي نقراو هذه الرسالة الموجهة على ما أظن الرئيس تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب السيد وزير المحترم. تبذل وزارة الداخلية مجهود جبار في سبيل تحقيق التنمية والدفع بعجلة بأقاليم الجنوبية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية في هذا الشأن، وقد حققت هذه الأقاليم طفرة نوعية انعكست على المستوى المعيشي للساكنة رغم اختلاف درجات التنمية بينها نظرا لما يتوفر عليه كل إقليم من الموارد. غير أن تموقع إقليم السمارة الحدودي في وسط جاف بعيدا عن المحيط الأطلسي يجعل وتير نموه بطيئا نوعا ما، ما يستوجب التفكير في ربطه بعمقه الإفريقي ليصبح ممرا تجاريا، مما سينعكس على الدورة التنموية بالإقليم ويوفر مناصب شغل ويحقق رواجا تجاريا متميزا. أضف إلى ذلك أنه سوف يسمح لإقليم السمارة بلعب دوره الروحي الذي لعبه منذ قرون تحت إشراف سلاطين وملوك بلادنا، وعليه نسائلكم عن التدابير المتخذة من أجل فتح معبر حدودي بإقليم السمارة مع دولة موريتانيا الشقيقة. وهذا السؤال من طرف البرلماني سيدي صالح الإدريسي من إقليم السمارة. إذن كما سمعتم كان هذا سؤال برلماني موجه إلى وزارة الداخلية، إلى وزير الداخلية، كذلك كان هناك أسئلة موجهة لوزير الخارجية، كذلك لوزير التجهيز والنقل. وهنا متابعينا الكرام نتحدث عن إعطاء الطابع الرسمي لهذه المسألة ديال فتح المعابر الحدودية، لأنها بطبيعة الحال جاية في طريق، فبالتالي على ما أظن أنه في قادم الأيام والأسابيع ولا الفترة القليلة المقبلة المستقبلية غادي نشوفوا الإعلان الرسمي، الإعلان بشكل رسمي عن الفتح يعني المعابر الحدودية الجديدة مع موريتانيا. واحد غادي يكون من السمارة أمقالة ثم موريتانيا، والثاني في الغالب غادي يكون بين أنزران قريبة الفولة ولا ميجك ثم كذلك الزويرات في موريتانيا. وهذو المعابر بطبيعة الحال غادي تربطوا كذلك بميناء الداخل الأطلسي اللي غادي يكون فيه أسطول تجاري اللي غادي بطبيعة الحال يقوم بهذا المهمة ديال منفذ أو مشروع منفذ الأطلسي. كذلك المعبر الحدودي في السمارة كما قال البرلماني غادي يعطي واحد زخم اقتصادي كبير جدا لمدينة السمارة، لأنه غادي تكون مدينة السمارة يعني ضمن طريق دولية ديال التجارة ما بين المغرب ودول الساحل والصحراء، ثم كذلك غادي تنعكس إيجابا على المدينة بتوفير فرص الشغل بإعطاء واحد الزخم تجاري كذلك للساكنة ومجموعة من الأمور الأخرى اللي غادي تساهم كذلك في التنمية ديال المدينة. إذن لأول مرة يتم طرح هذه الأسئلة في البرلمان، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أننا اقتربنا كثيرا جدا من الإعلان الرسمي ديال فتح المعابر الحدودية. وحينما نتحدث كذلك عن فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا نحن نتحدث عن إلغاء المنطقة العازلة، ما غاديش تبقاش حاجة سميتها المنطقة العازلة، وبالتالي انتهى الموضوع. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم.